أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. جماعي وبحضور ضيوف كرام أجلاء أعزاء. هؤلاء الضيوف الذين نعتبرهم ثمرة المجتمع المغربي، نماذج يمكن أن تحتذى، كل في ميدانه، منهم الرياضي ومنهم الفنان ومنهم الفاعل الاجتماعي ومنهم المؤطر ومنهم هناك مجموعة متنوعة. احنا شفناها واكتشفناها الان كم ميسكلاسيون ما يبارك. بغيت نقول لكم بان ما نقدرش نقول اكثر ما قالوا الابطال. ما اكثر الشباب الذين ادمنوا سجائر ملفوفه. سعيد جدا بهذه المبادره الجميله من طرف هذه المؤسسه وبحضور هذه الوجوه الجميله وهذه الابطال والاساتذه. فقط ما غاديش نعطيكم محاضره. بديت كندور شفت واحد البنت تما تغادي وتلفت قالت لي من فضلك تفرق عليا. تبعتها لكل ساقه دخلت ليها بزز بغيت نديها، شافوني خوتها ووالديها ساروا عليا بالتقويم الروسيه. دخلت للدار قال لي وكنبغي الدراري زعما تينبشي هذا الجيل هذا يكون ان شاء الله احسن جيل. يا
لان الى بقاو مخدرات راه ما غاديش يكون عندنا شي مستوى في المستقبل. واش كنكذب ولا لا؟ وديتو لاصال سبور وهو مشى تبارك الله بعيد في كرة اليد وكرة القدم وانا يا زهرنا طول عمرنا كتجي استفيض الدنا كلنا كلنا موطور استفيض مخرخر من بعيد نسمعوه نعرفوه كون كان في حالي يهدر كون يحكي لكم اش خلاو ضربوه الراكب فيك يتمخزر كيسحب راسو شاريه ليه بوه كيسحب راسو شاريه. كانت مناسبة سعيدة أننا استقبلنا الجمعية ديال أشواقع من داخل المؤسسة وكنعتبر بأن المؤسسة ديالنا كفضاء مفروض أنها تكون مفتوحة لهذا النوع من الأنشطة لا سيما أن أنشطة صانعينها الشباب وموجهات الشباب لا يخفى أهمية الشباب بالنسبة للمجتمع وقت كنتكلموا على الشباب كنتكلموا على العمود الفقري ديال المجتمع ولذلك العمود الفقري ديال أي جسم مفروض أنه يصان وهذا العمل هو داخل بالخصوص في صيانة هذا العمود الفقري اللي هو الشباب من آفة اللي خدات بعد عالمي وخدات بعد خطير جدا ألا وهي آفة المخدرات اللي كنعتبروها بأنها حرب غير معلنة ضد الشباب وضد المجتمعات وضد القيم الحضارية.